في إطار النسق التنموي الذي تشهده دائرة البرمة، انطلقت عديد المشاريع لتحسين الوسط الحضري داخل الأحياء، ورشات أشغال في أغلب الأحياء لتهيئة المحيط الحضري وتعبيد الطرقات، خطوة لقيت استحسان الساكنة. حاجة مليحة كما كديروها، مبادرة للبلاد، تبدل البلاد، تعمر البلاد، تزيد تطور البلاد، تزيد تكبر، تزيد أولادها يكبروا، أمورهم مريقلين. شبكة الطرقات هي في تنمية ملحوظة، معنى العام هذا ما كاش كانت هذه التنمية. الحمد لله الطريق بين البرمة وحسن السودة كم شفتوه الطريق مليح، كله جديد طريق، وهنا ثاني التنمية في الشوارع، ثاني يدور في الشوارع، عندنا التنمية الطرقات قطت كل المدينة. تحسين المحيط المعيشي في صلب اهتمام السلطات المحلية في برنامج تنموي مسطر لهذه العملية لاستكمال تعبيد كل الطرقات داخل الأحياء. سفالت البلدية من أظرفة مالية هامة قرابة 30 مليار سنتيم خلال سنتي 2022-2023 لإنجاز ما يزيد عن 13 كيلومتر داخل مدينة البرمة. مشاريع هامة تدخل في تحسين المحيط المعيشي وإعطاء صبغة جمالية للمدينة وسلاسة لحركة المرور في إطار تنمية المناطق الحدودية.